حسم بطاقة التأهل للدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد أن اقتنص نسور الأهلي الفوز بثلاثية على الترجي في تونس الشقيقة من على ملعب رادس. سيسعى المارد الأحمر بقوة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور للفوز في مباراة الإياب على بطل تونس من على استاد القاهرة الحبيبة، وذلك لبلوغ الوصول إلى النهائي وتحقيق حلم لقب الأميرة السمراء 11. كتيبة مارسيل كولر تواصل التحضيرات للمواجهة المقبلة رغم الفوز الكبير خارج الديار، إلا أن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة الذهاب بكل ما حملته من إيجابيات أو سلبيات، وفضل عدم وضع أي اعتبار لنتيجة الذهاب، رغم أن المارد الأحمر يمتلك خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين. صب المارد الأحمر التركيز على مباراة القاهرة وعدم التهاون واللعب بكل قوة دفاعياً وهجومياً وتضافر كل الجهود من جهاز فني ولاعبين مثل ما اعتدنا في المباريات السابقة، والإصرار على تكرار الفوز في إبراز شخصية ملك إفريقيا وإمتاع الجماهير الوفية التي تساند وتدعم في كل مكان وزمان. ثقتنا كبيرة في إمكانيات الكتيبة الحمراء في قدرتهم على تحديات الأدوار الإقصائية دوماً وعلى تحقيق إنجاز جديد والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم اقتناص اللقب 13.